النهاردة هنعمل حاجة حلوة وأكلة جميلة للناس الأكيلة على أحلى قناة، قناة الوصفة. هنعمل النهاردة عكوة جميلة، عكوة بالبطاطس. العكوة دي هي أنا جايب العكوة معايا من الجزار، رحت لعم حسن الجزار وقلت له عايز العكوة سليمة زي ما هي. العكوة حضراتكم اهي سليمة زي ما هي، وأنا بس خليت الجزار بتاعنا عم حسن يقطع لي الفواصل. احنا ما بنقطعش الفواصل بسطور، لا، الفواصل دي بسكينة كده عشان ما يطلعش فيها رايش من العظم، فالواحد لما يجي ياكل يلاقي رايش وكده. حضراتكم انا هبدأ اقطعها. انا طبعا زي ما قلت لحضراتكم ما بنكسرهاش بالسطور عشان ما يبقاش فيها عظم رايش كده خفيف يضايق الحد في الاكل. اهو اتبلها بشوية ملح خفيف، شوية ملح خفيف كده، رشة خفيفة، وعندي رشة فلفل خفيفة برضو عشان نديها طعم بس للحياة. عندي روزماري، عود روزماري جايبه من الجنينة طازع حضراتكم، فريش اهو جميل، عندي جايبه الصبح وانا جاي. روزماري ده بيدي طعم حلو وريحه ونكهه للحاجات، للحمه المحمره والحاجات دي. هقلبهم كده مع بعض. بعد ما قطعنا العكوه هننزل بالزيت في الطاسه كده، الحله شويه زيت. طبعا الطاسه معانا لازم تكون سخنه قوي عشان انزل عليها بالعكوه. هاخد الحتت الكبيره دي الاول هشوحها كده. هبدأ أقلبها. أنا كده بصدمها وحديها فص توم برضو مهروس معايا كده حضراتكم أهو، شوية توم يدوها طعم وريحة في نفس الوقت. عندي عود قرفة هنزله معاها برضو، عودين أهو. وعندي جزرة هقطعها كبير كده، قطعتها حطيتها كبير. عندي عودين كرفس معاها برضو، وهبدأ أشوحها مع بعضهم كده في قلب بعض. الله الله على الريحة، تجنن طبعا. هحط قرن فلفل جميل كده أقطعه. انا لازم اصدمها من كل ناحيه العكوه عشان العكوه لما احط لها الميه ما تطلعش لا رغاوه ولا حاجه ويبقى طعمها جميل كده. حضراتكم شوحتها تشويحه كويسه. يا ريت استاذ اسلام تجيب لي من فوق الطاسه. هبدا احط الميه بقى بتاعت الميه مغليه جاهزه عندي. لازم الميه تكون مغليه عشان ما تاخدش معايا وقت وتستوي معايا بسرعه. والشوربه بتاعتها انا بستخدمها لما بحط الطاجن في البطاطس وبدخله الفرن، وممكن اعمل بيها لسان عصفور، ممكن اعمل حاجه حلوه يعني هيديني طعم وجمال حلوه كده. حضراتكم هغطيها بقى عشان تاخد وتدي مع بعضها كده وتستوي مع نفسها كده. انا هنقل الحله هنا حضراتكم على عين تانية عشان اشتغل على العين دي البصله بقى، نبدا نعمل التخديعه بتاعتها مع بعض كده. الطاسة سخنت معانا، ننزل بشوية زيت، مكعبين زبدة، هحط عليهم حتة دهن من العكوة كنت مقطعها لوحدها عشان تديني طعم حلو كده مع البصلة، وهحط معاهم حتة دهنة صغيرة من العكوة نفسها انا شايلها. هنزل بالبصلة حضراتكم، مقطع البصل جوانح، هقلب البصلة كويس كده، اكرملها في الزيت والزبدة، محمرهاش هكرملها بس عشان تاخد لون وتشرب المية بتاعتها، بقى لونها جميل ودبلت بقت حلوة جدا. نبدأ بقى ننزل عليها بالبطاطس حضراتكم. هقلب معاها البطاطس عشان تتزبط معايا كده. هقلبها البطاطس مع البصلة بتاعتي
تقليبة حلوة كده، هضيف عليها شوية فلفل أخضر كده حضراتكم، عندي قرن أحمر هقطعه معاها، هضيف قرن الفلفل الأحمر معاها، هديها ورقتين كرفس، عود روزماري، هديها ورقتين كده ريحان حلوين هقطعهم، جايبهم برضو فريش كده معايا، هيدوني طعم وجمال للحاجة. قلبتهم كويس كده مع بعض، تمام. هديها شوية معجون صلصة خفيف كده، مش هكتر صلصة، هحط شوية عصير طماطم عشان تديني طعم الطماطم فيها، مش هكتر حضراتكم، مش هكتر طماطم، هقلبها كده. انا حطيت شوية عصير طماطم قليلين برضو عشان ما ضيعش اللون البطاطس والحاجة بتاعتي. هحط شوية شوربة من هنا، الله على لون الشوربة حضراتكم، جميل. خلاص كده هبدأ اغطيها 10 دقايق بالظبط، وهحطها في الطاجن عشان هي لو انا حطيتها ناية في الفرن هتقعد ساعة مثلا، وهبدأ اغطيها عشان بعد كده هحطها في الطاجن وادخلها الفرن كده حضراتكم، تمام. هبدأ بقى اديها الملح والفلفل والبهارات بتاعتها قبل ما احطها في الطاجن بتاعي. شوية ملح، شوية فلفل، عندي شوية بهارات لحمة، نقلبهم مع بعض كده، الله على ريحتها ولونها وجمالها حضراتكم. كده حضراتكم البطاطس جاهزة، ونبدأ نفضيها في البايركساية اللي هندخلها الفرن. الله 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 على ريحتها حضراتكم، ريحتها تحفة. احنا طبعا سويناها على النار شوية حضراتكم، 3/4 تسوية، ونبدأ نحط عليها العكاوي. هجيب الجزر بتاعي اللي انا عامله مع العكوة، هحطه كده، طلع قرنين فلفل كده، هنحط كام حلقة طماطم كده عليها، نبدأ ندخلها في الفرن بتاعتنا تحت الشواية ربع ساعة تحت الشواية ونطلعها حضراتكم. هو حضراتكم كده احنا خلصنا الطاجن العكاوي بالبطاطس بتاعتنا، وبألف هنا وشفا، مع تحيات عبدو سعيد. كل وصفاتنا تجدوها حصرياً على موقع الوصفة.com.